السلام عليكم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن سامبل بروجكت عن البابليك أدريس سيستم، ودوت يعتبر آخر فيديو في نظام البابليك أدريس. هنشوف مشروع عن النظام دوت، ونشوف إزاي بنوزعه، إزاي بنعمل السنجل لاين دايجرام بتاعه. ده المشروع اللي كنا اتكلمنا عنه مع الفاير ألارم سيستم. هنا احنا وزعنا عليه السماعات وعملنا نظام البابليك ادريس سيستم ليه. هنا موزعين السماعات اهو في كل غرفة، ومدينها ليبل او مدينها تسمية معينة. الزونة ديت او الزد اللي هي رقم الزونة على الماتريكس، وهنا استخدمنا ماتريكس عشان المشروع كبير كذا دور، بالتالي هيبقى عندي اكتر من زونة. هنلاحظ هنا في بعض الغرف حاطين فيها العلامة ديت. العلامة دي هي رمز لحاجة اسمها فوليوم كنترول، يعني بقدر اتحكم في مستوى شدة الصوت بتاع السماعة ديت عن طريق الفوليوم كنترولر دوت، عشان اكيد مش كل الغرف ببقى محتاج نفس شدة الصوت. انا ممكن اجيب نفس السماعة من حيث الوات، لكن عن طريق الماتشنج ترانسفورمر او عن طريق الفوليوم كنترول دوت اقدر اتحكم في مستوى الصوت بتاعها على حسب المكان. طيب حد هيقول لي ممكن اللي قاعد في الغرفة دوت يوطي صوت السماعة على الاخر خالص، او يعملها صامت يعني بمعنى صح، ولما يحصل حريق الشخص اللي قاعد في الغرفة دي مش هيسمع رسالة الإخلاء وهيفضل موجود في المكان والحريق هيوصل له. أقول لك لأ طبعا، السيستم بيكون مصمم إن لو حصل حريق وفي رسالة إيفاكويشن هتتذاع، نظام الفاير ألارم بيعمل لاتش على الفوليوم كنترول دوت، يعني بيلغيه، وبالتالي السماعة هتذيع رسالة الإخلاء بشدة الصوت بتاعتها كلها. أنا كل الغرف موزعين فيها. هنا استخدمنا سماعات السيلينج عشان عندنا سقف ساقط في المشروع دوت، ده مشروع مستشفى. في غرف حطينا فيها فوليوم كنترول وفي غرف لأ. لو بصينا هنا في البيزمنت، طبعا دي مساحة كبيرة جدا، فحطينا الرمز دوت للسماعة الكولوم. حطينا واحدة في كل كورنر تقريبا، واحدة هنا في النص عشان أقدر أغطي المساحة دي كلها بنفس شدة الصوت تقريبا. نفس الكلام هنا حطينا الكولوم. طيب وهنا في الأماكن اللي هي فيها مية أو الويت أريا حطينا السماعة الووتر بروف اللي هي ضد بخار المية. أي مكان ممكن يكون فيه مية زي الكيتشن أو التويلت بحط فيه سماعة خاصة عشان تقدر تستحمل بخار المية، وهكذا. وزعنا السماعات في كل الغرف في كل الأدوار في المشروع. نشوف بقى في الآخر السنجل لاين دايجرام بتاع المشروع دوت عامل ازاي، أو بتاع السيستم ده عامل ازاي. هنلاقي هنا في البيزمنت عندنا الغرفة بتاع التحكم اللي هي الكنترول اند سكيورتي روم. هنا احنا قلنا هنستخدم ماتريكس، والماتريكس بنحط على الانبوت بتاعها الاف ام تيونر او السي دي بلاير او الريكوردد مسج اللي هي رسالة الاخلاء، وبنحط كل المايكات اللي عندنا. عندنا مايكات في كل الادوار، كل دور فيه مايك من اول البيزمنت لحد الدور الخامس، كل دور فيه مايك عند الريسبشن بتاعه. المايكات ديت موجودة في كل دور، لكن الانبوت ديت موجودة مع الماتريكس مع الامبليفاير داخل الراك.
وهنا عندي انترفيس مع الفاير الارم كنترول بانل عشان لما يحصل حريق اعمل ميوت للموسيقى، واعمل لاتش على الفوليوم كنترولر، واقدر ان انا ازيع رسالة الاخلاء في المشروع اللي عندي كله. هنا هو في البيزمنت عندي امبليفاير 400 واط متوصل عليه كل السماعات اللي موجودة في الدور دوت، وعندي الجراوند كان فيه سماعات كتيرة جدا، فبالتالي مفيش امبليفاير هيقدر يغطي الباور للسماعات دي كلها، فاستخدمت 3 امبليفاير بارلل مع بعض. احنا في الاساس بنختار السبيكرز الاول ونبدأ نوزع السماعات في المشروع كله، وبعد كده بنختار الامبليفاير، ولو الباور بتاعت الامبليفاير هتقدر تغطي السماعات كلها زي هنا في البيزمنت، بالتالي خلاص هيبقى امبليفاير واحد متوصل على السماعات كلها بتاعت الزونة دي. لكن لو حصل زي ما حصل في الجراوند وعندي الباور بتاعت السماعات أكبر بكتير من الباور بتاعت الأمبليفاير، بالتالي هستخدم كذا أمبليفاير على التوازي مع بعض عشان يقدروا يغطوا الباور بتاعت السماعات دي كلها. هنا برضو في الدور الأول استخدمت 2 أمبليفاير، والتاني والتالت والرابع والخامس، وفي الآخر بحط أمبليفاير سبير عشان لو أي أمبليفاير من دول حصل له مشكلة دوت بيخش مكانه. وبنحاول إن إحنا نوحد الريتنج بتاع الأمبليفاير في المشروع كله، ولو ما وحدناش بنجيب الأمبليفاير السبير على أكبر ريتنج موجود في المشروع عشان يقدر يشيله لو حصل له مشكلة. وهنا عندنا حاجة اسمها Automatic Change Over، دوت وظيفته ايه؟ وظيفته ان لو حصل فيلير في اي امبليفاير من دول بيخرجه بره الخدمة وبيدخل الامبليفاير السبير، فبالتالي السيستم هيفضل شغال طول الوقت من غير اي مشكلة. وهنا السنجل لاين دياجرام اهو، كل دور موزعين فيه السماعات مكتوبة بالليبل بتاعها واللي عليها فوليوم كنترول حطيناه وهكذا. وزي ما قلنا ان كل الحاجات دي هتتحط داخل الراك بتاع البابليك ادرس سيستم، ما عدا المايكات هتبقى موجودة في الادوار. نرجع تاني للسلايدز بتاعتنا. كده احنا اتكلمنا على السامبل بروجكت، وان شاء الله هنرفعه على الجروب بتاع الكورس برضه اللي حابب يبص عليه، واللي حابب يسأل في حاجة يسأل برضه في أي وقت وإن شاء الله هنرد. كده إحنا اتكلمنا في الـ Public Address System عن الـ Definition بتاع الـ System، الـ Component، الـ Connection والـ Distribution، وبعد كده اتكلمنا عن Tips and Tricks والـ Interfaces ما بين الـ System دوت والـ Systems التانية، واتكلمنا عن السبيس بروجرام، وفي الاخر خدنا السامبل بروجكت. وكده بفضل الله نكون خلصنا البابليك ادرس سيستم، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نكون قدمناه بطريقه سهله وبسيطه ويكون الكل استفاد. الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنتكلم عن سيستم جديد وهو الاستراكشر تيبل سيستم. شكرا.